والله هي اصلا حاجه مخالفه للقانون. هو معروف ان عربيه السيدات دي معروفه ان السيدات لوحدهم عشان ياخدوا راحتهم فيها، وعشان منع من المعاكسات، منع لاي مضايقه تحصل من اي واحد لاي واحده. هو للاسف ان الشعب فعلا ما بيمشيش الا بالعقوبه، لان لو ما فيش عقوبه كل واحد يعمل اللي هو عايزه. يعني فضل واحد او مواجهه من شخص واحد ما تنفعش، لازم يكون في اجماع. بس هو يعني اتباع القانون هو اهم حاجه، يعني هو المفروض يكون سيد وهو اللي يمشي. رجاء من السيدات الالتزام بالعربات المخصصة لهم، يعني هم بيتعمدوا كمان، بيتعمدوا ان هم يركبوا. ليه؟ بسبب لان هو السيدة من دول بتركب عربيات الرجالة على اساس ان هي عارفة ان هي مجرد ما تخش العربية اي شاب او اي واحد قاعد هيقوم يقعدها. ماشي، ما لو المفترض كده، يعني طالما في حاجة مخصصة لفئة معينة يبقى ما فيش حد يركبها الا هم. لو ركبت ببقى راكب غلط فبضطر انزل المحطه اللي جايه على طول، يعني انا لازم احترم رايها لان هي ركبت في المكان بتاعها، انا راكب في المكان مش بتاعي. خلاص ماشي. انا بحترم اي ست بلاقيها حتى بتجري من على الرصيف، عشان لو مش واقفه قدام عربيه ست تجري على عربيه السيدات، بحترمها جدا. ماشي. اولا بتحترم نفسها عشان ما تحتكش باي حد، او ان هي ممكن تركب مثلا العربيات بتبقى زحمه، ممكن حد يحتك بيها، ممكن حد يضرها، هي ممكن تقع على حد من هزه المترو. هي يعني هي لما بتركب في عربيه السادات بتصون نفسها. بالنسبه للموضوع بس عاوز غرامه، اي حد يخرج عن الاطار الصح بالنسبه انه يخش عربيه السيدات او يخش السيدات تخش عربيه، في توقيع غرامه. شايف المترو لحد دلوقتي نضيف من ساعه ما اتعمل، عشان كله كان عارف ان في غرامه انت هيرمي تماما، يرمي ففي التزام. هو موضوع الغرامه وضع لفتات واضحه وصريحه الاول ارشاديه، يبقى في نداء الي جوه مثلا العربيات يجيب الشرطه ليه المحطه الثانيه على طول. في الحاله دي هتلاقي الناس ما بتعرفش في الاخر ثقافه شعب، يعني ينبغي ان الحاجات دي كلها يعني يزيد وعي الشعب عن كده. والحاجه الثانيه يكون في عامل الامن اللي هو بيكون واقف على المحطه هنا يراعي الحاجات دي كلها، واي حد مقصر او بيخالف التعليمات يتعاقب وياخد مسافه. طب والستات اللي بتركب عربيه الرجاله؟ والله يعني برضه ده سلوك مش كويس، يعني برضه المفترض ان هم لهم عربيتين، المفترض ان هم يركبوا في عربيتين. عربيات السيدات بتكون فاضية، المترو واقف، أقل بتاع الأمن بتاع الأمن بيفتح. بقول إن الرجال ليهم عربيات، طبعاً بيفضل إن تكون في حاجات خاصة بالحريم، لأن في حريم بيبقى مش متقبلة إنها تبقى راكبة في أماكن زحمة ومزدحمة يعني. فالأفضل للست طبعاً انها تكون مرتاحه في وقفتها وفي قعدتها وكده. بنلاحظ ان في رجاله بيركبوا في عربيات السيدات وبيبقوا قاعدين كمان يعني، ففين الغرامات اللي هي كانت مفروضه على ان الراجل يطلع في عربيه السيدات؟ فين ديت؟ فين شرطه المرور اصلا؟ انا مش ملاحظه اي حد، يعني انا شفتهم مره او مرتين عساكر، لكن مفيش، مش لاقياهم بعد كده يعني. فالمفروض الشرطه دي تبقى في جميع الاماكن المتوفره في المترو، سواء في تحت الارض او فوق الارض. شاب او راجل يركب عليه السيدات بس برضه معاك، في بعض الناس مش متعلمه بيبقوا نازلين جري يركبوا العربيه اللي قدامهم على طول. عمري ما اتخانق او عامل مشكله يعني تكبر. هو اكيد المحطه اللي جايه كابتن العربيه بتاعت السيدات، وحصل كتير الاقي واحد واقف على الاسهم بتاعت السيدات بقول له دي عربيه السيدات، بوديه على قد ما اقدر. كاميرات مراقبة داخل المترو، داخل عربية السيدات وخلاص. يعني مثلا كاميرات مراقبة وفي غرفة في كل محطة في واحد قاعد عليها، بحيث ان مثلا المترو داخل على المحطة اللي جاية يقول له على فكرة في يعني شخص راكب في المكان كذا، هم هيقابلوه وينزلوه. واظن كاميرات المراقبة مش مكلفة جدا خالص، يعني ما بقتش تبقى اسعارها زهيدة.